السلام عليكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ اليوم درسنا درس جميل وشيق، سنتحدث من خلاله عن علاقة الأطفال بالهواتف المحمولة. نعلم أن الكثير من الأطفال اليوم يلجؤون إلى استخدام الهاتف المحمول. هل لهذا الاستخدام آثار إيجابية وسلبية؟ دعونا نتعرف على ذلك من خلال هذا النص. طبعا لا ننسى أن وسائل التواصل الحديثة أو الحالية تختلف عن القديمة التي كان الناس يستخدمونها سابقا. لاحظوا مثلا هذا الحمام هو نوع أو إحدى وسائل التواصل التي كانت قديما بين الناس، نسميه الحمام الزاجل. كان هذا الحمام ينقل الرسائل بين الناس من طبعا بين مناطق مختلفة. أيضا لاحظوا في الصورة الثانية، الرسائل كانت وسيلة من وسائل التواصل بين الناس، بكتابة الرسائل طبعا وإرسالها عبر الحمام الزاجل من مكان إلى آخر ومن شخص إلى آخر. أيضا الصورتين الثالثة والرابعة، لاحظوا في الصورة الأولى ماذا في الصورة الثالثة عفوا ماذا نشاهد؟ نعم، إنه الجوال أو الهاتف المحمول، بينما في الصورة الأخيرة نشاهد شبكة الإنترنت التي نستطيع من خلالها التواصل مع الآخرين في مناطق مختلفة من العالم، وقد تفصل بيننا وبينهم مسافات بعيدة. إذن هناك اختلاف بين وسائل التواصل القديمة والحديثة. دعونا الآن نقرأ هذا الدرس الذي يتحدث عن إحدى وسائل التواصل الحديثة وهي الهاتف المحمول. لا خلاف في أن العصر الذي نعيش فيه هو عصر التكنولوجيا، لما لها من أثر واضح في كل مجالات الحياة، والهواتف المحمولة واحدة من أهم التطبيقات التكنولوجية في هذا العصر، وذلك للدور الكبير الذي تلعبه في حياة الناس، فقد أصبحت وسيلة للتواصل الاجتماعي والترفيه والمعرفة، بل إن هناك 23% من الأشخاص يعدون الهواتف المحمولة جزءا أساسيا من حياتهم لا يستطيعون الاستغناء عنه، ولذلك انتشرت هذه الأجهزة بشكل لافت للنظر، وزادت المدة التي يمضيها الناس في استخدامها. إذن العصر الحديث هو عصر التطور والتقنيات الحديثة، وإحدى هذه التقنيات الهاتف المحمول. طبعا يلعب الهاتف المحمول دورا كبيرا اليوم في التواصل الاجتماعي والترفيه والمعرفة وزيادة الخبرات، والعديد من الناس يعتبرونه جزءا أساسيا من حياتهم، وحتى أن الفترة الزمنية التي يقضيها الشخص مع هذا الهاتف قد ازدادت بشكل ملفت للنظر. كل ذلك جعل كثيرا من المتخصصين يحذرون من الإفراط في استعمالها، وخاصة للأطفال الذين يصابون بخمول جسدي واضح وضعف شديد في التركيز، والسبب في ذلك تلك المشاهدات السريعة لمقاطع الصور في الألعاب، الأمر الذي يؤدي إلى تخزينها في عقل الطفل، ويستمر العقل باسترجاعها حتى بعد التوقف عن اللعب، مما يتسبب في تشتت الطفل وضعف تركيزه. إذن المتخصصون يحذرون من المبالغة في استخدام الهاتف المحمول. ما معنى الإفراط؟ الإفراط أي المبالغة، وخصوصا بالنسبة للأطفال الذين يصابون بخمول جسدي. ما معنى الخمول؟ الخمول هو الكسل،
لأن استخدام الهاتف المحمول في هذه الفترة أو المرحلة العمرية يؤدي إلى ضعف شديد في التركيز، والسبب في ذلك في المشاهدات السريعة لمقاطع الفيديو والصور. طبعاً العقل يقوم بتخزين هذه المقاطع أو هذه المشاهدات واسترجاعها لاحقاً حتى عندما يكون الطفل نائماً أو جالساً دون لعب، وهذا يؤدي إلى تشتت التركيز والانتباه لدى الطفل وضعفه. قلنا إذن التشتت، ما معنى التشتت؟ هو قلة الانتباه وعدم التركيز. أما من الناحية الاجتماعية فقد أكدت الدراسات أن المهارات الاجتماعية لدى الأطفال تتدنى عند زيادة ساعات استخدام الهواتف المحمولة بنسبة تقارب 65% من الأصل الذي يجب أن تكون عليه بمرحلة الطفولة، في حين تزداد نسبة العدوانية الاجتماعية بشكل ملحوظ نتيجة ما يشاهده الطفل من مشاهد العنف ومحاولة محاكاتها في حياته. وعلى النقيض من ذلك نجد أطفالا يصابون بالخجل والانطوائية جراء ضعف نمو المهارات الاجتماعية من الحديث والتواصل الاجتماعي. إذن اجتماعيا استخدام الهاتف بشكل مبالغ فيه يؤدي أيضا إلى مشاكل اجتماعية، مثلا تتدنى لدى الأطفال تتدنى لديهم المهارات الاجتماعية، وأيضا تزداد عندهم نسبة العدوانية الاعتداء على الآخرين بسبب مشاهد العنف التي تعرض أمامهم في هذه الهواتف. وعلى النقيض من ذلك، ماذا نقصد بالنقيض؟ النقيض أي العكس، هناك أطفال تكون ردة فعلهم مناقضة أو عكسية بحيث يصابون بالخجل والانطوائية. الانطوائية أي الانعزال عن الناس، وذلك يسبب ضعفا في مهاراتهم الاجتماعية وأيضا في تواصلهم الاجتماعي مع الآخرين. إذن قلنا تتدنى أي تنخفض، ومحاكاتها يحاولون محاكاتها أي تقليدها والعمل مثلها ومشابهتها. قلنا أيضا الانطوائية أي العزلة عن الآخرين. ومع ذلك فمن منا ينكر ما للهواتف المحمولة من إيجابيات بالنسبة للأطفال، فقد يسرت سبل اتصال الطفل بذويه حينما لا يكونون بالقرب منه، مما يسهم في حماية الطفل والحفاظ على سلامته، كما أنها تعلمه المسؤولية من خلال إدارة جهازه والحفاظ عليه ومعرفة حدود المكالمات واستخدام الإنترنت، علاوة على أنها تساعده على تنمية مواهبه ودعمه بالمعلومات التي توسع مداركه وتكسبه معرفة واسعة بالثقافات ومعلومات في مجالات شتى. إذن استخدام الهاتف المحمول لا يعني أنه يحمل فقط الأمور أو النتائج السلبية، وإنما هناك العديد من الإيجابيات لاستخدامه، فهو ييسر، ما معنى ييسر؟ أي يسهل سبل اتصال الطفل بأهله حينما يكونون خارج المنزل أو بعيدين عنه. أيضا هو بذلك يساعد على حمايته وسلامته، ويتعلم الطفل من خلاله المسؤولية في معرفة وتحديد وقت وحدود للمكالمات التي يستخدمها، في أيضا استخدامه للإنترنت على هذا الجوال. إذن المفترض أننا نستخدم الهاتف المحمول ونستفيد من إيجابياته، ونحاول قدر الإمكان الابتعاد تماما عن السلبيات التي يحملها استخدامه الزائد.
إذا يسرت سبل، سبل أي طرق ووسائل أيضا، تساعد على تنمية مواهبه، تنميتها أي زيادتها وتطويرها. توسع مداركه، مداركه أي مهاراته وقدراته الحسية. مجالات شتى أي متنوعة ومختلفة. ويمكن للآباء تلافي الآثار السلبية لهذه الأجهزة بأن يخصصوا وقتاً يمتنع فيه جميع أفراد العائلة عن استخدامها أو غيرها من الأجهزة التي تعيق التواصل الاجتماعي بينهم، على أن يقضوه في المحادثات والتواصل مع أبنائهم. كما أنه من الضروري أن يقوموا بوضع ضوابط لاستخدام الهواتف من حيث عدد الساعات، وتحفيز أبنائهم على ممارسة الأنشطة والهوايات المختلفة كالرياضة والفعاليات العلمية والثقافية والفنية. إذن تلافي بمعنى تجنب الآثار السلبية للأجهزة الإلكترونية بشكل عام، ومن بينها الهاتف المحمول، يكون بأن تهيئ العائلة الجو المناسب لأبنائهم للتواصل معهم ومحادثتهم، أيضا وضع أوقات وضوابط لاستخدام هذه الهواتف، تحفيز الأبناء على ممارسة الأنشطة. ما معنى تحفيز؟ تحفيز أي تشجيع ودفعهم، وممارسة الأنشطة والهوايات المختلفة، رياضية أو فنية أو علمية أو غيرها. إذن تلافي أي تجنب، كما قلنا قبل قليل، تعيق أي تمنع، وتثبط وضوابط أي قواعد وأنظمة وقوانين، وتحفيز أي تشجيع. دعونا الآن نجيب عن بعض الأسئلة حول مضمون هذا النص. لماذا تعد الهواتف المحمولة من أهم التقنيات الحديثة؟ ممتاز، لأننا في هذا العصر نعيش في عصر التكنولوجيا، وهي تؤثر في مختلف مجالات الحياة. إذن بسبب أثر التكنولوجيا الواضح في كل مجالات الحياة. أذكر اثنتين من الإيجابيات التي ذكرها الكاتب لاستخدام الأطفال الهواتف المحمولة. ما رأيكم؟ ما الإيجابيات من استخدام الهاتف المحمول؟ نعم، ممتاز، إنه ييسر سبل اتصال الطفل بذويه حينما لا يكونون بالقرب منه، وأيضا هي تعوده على تحمل المسؤولية وتساعده على تنمية مواهبه. إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا اليوم. أشكر لكم حسن استماعكم، ولا ننسى أن نتدرب جيدا على قراءة هذا النص.